لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، بدوافع طائفية القوات الحكومية تعتقل 7 مواطنين شمالي الموصل. في صحيفة المدى، الحركة الاحتجاجية تدين اختطاف الناشطين في البصرة. في موقع كتابات، الحشد الشعبي يساوي بين حقوق عناصره المالية ونظرائهم في الجيش. في صحيفة البصائر، اتهامات لليونسكو بعرقلة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل. في صحيفة القدس العربية، الرئاسات الثلاث تمنح عبد المهدي مهلة أخيرة لحسم مناصب الدرجات الخاصة. في صحيفة العرب، تونس تنتشل جثث 14 مهاجرا بعد غرق العشرات قبالة سواحلها. في العربي الجديد، المعارضة الجزائرية تطالب برحيل الحكومة. السلام عليكم. تشير تجارب دول عديدة إلى أن الفساد هو الطابور الخامس لإشعال الحروب من أجل تحقيق أعلى الأرباح الأنانية، وخاصة في حالة بعد أن عشعش الفساد لدولة في البلاد، وصار هو الحاكم الفعلي الذي عبر عن المحاصصة الطائفية والعرقية لتحقيق الأرباح القذرة دون أبسط مراعاة لحقوق الشعب والوطن، بترابط ودعم قوى وطغم فساد إقليمية وعالمية. مقال للكاتب مهند البراك في صحيفة المدى. ويرى قسم من المطلعين وبأسف أن حكم الميليشيات التابع لدولة جارة على أساس الدولة العميقة فرز وضعاً قد لا يمكن فيه الآن لأي جهة داخلية أن تلعب دوراً لإصلاح الأوضاع دون قوة مسلحة أو تأييد منها، بعد أن لم تتوصل أنواع الاحتجاجات والمصادمات المطالبة بتوفير الخدمات العامة ومعالجة البطالة ونسب الفقر إلى حلول. الاحتجاجات التي عمت البلاد من أقصاها إلى أقصاها وقوبلت بالرصاص وتساقطت فيها أعداد الشهداء والجرحى والمختطفين منذ عام 2011، والتي وصلت إلى اقتحام المنطقة الخضراء والبرلمان ومقرات الأحزاب الحاكمة، ويرون في إجراء السيد عبد المهدي بدمج الحشد الشعبي بالجيش بداية يتمنون لها النجاح، فيما ترى أقسام ليست قليلة فيه بكونه لا يزال إجراء لإعادة تنظيم ولحصر السلاح بيد الدولة، حيث بقي الحشد كيانا مستقلا خاصا. من ناحية أخرى، فإن حكم الميليشيات أوصل الأمر إلى تساؤل كثيرين عن كيف تفسر الحكومة القائمة إسراعها لإكمال تشكيلها إثر التهديد الضروري للسيد الصدر بالدعوة لاجتياح الجماهير للخضراء والبرلمان إن لم يتم اكتمال التشكيل من أجل الصالح العام، في زمن ازداد ابتعاد الحكومة عن الجماهير وتبدل منطق الصراع الاجتماعي السياسي وأدواته ولغاته رغم ثبات جوهره. ومن ناحية ثانية، يرى سياسيون ووجوه اجتماعية بأن الأوضاع المؤلمة الجارية في البلاد أدخلت حتى الواعين من الناس في متاهات وتعليلات مؤسفة وحيدة الجانب، تصل إلى أن الشعب هو المسؤول عما يجري لأنه هو الذي انتخبهم رغم مشاركة أقل من 50% ممن يحق لهم الانتخاب في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والمخابرات وقيادات الجيش وكتائب الحشد الشعبي تملكها وتديرها دولة أجنبية نهارا جهارا، ووزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التربية والتعليم العالي والخارجية والنفط والتجارة ومؤسسات الاستثمار والمصارف كلها تعمل لخدمة كل من هب ودب خارج الحدود. جاء ذلك بمقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. الموظف الذي عقبه رئيس الوزراء وزير الداخلية عبد المحسن السعدون كان يختلس دنانير معدودة،
أما اختلاس اليوم فبالملايين وبأنصاف المليارات وبالمليارات. وليت المختلسين الجدد يحتفظون بمسروقاتهم في وطنهم المسروق ويستثمرونها في مشاريع تسكت عنهم شعبهم الخانع الصبور وتعين مئات الآلاف من العاطلين على الهم والغم وفوران الدم. والجاسوس الذي أغضب الوصي وأثار عجبه واستغرابه فقد كان مجهولاً مدسوساً عليه من دولة صديقة أو شقيقة. أما تجسس اليوم فهو علني، بل هو شرف يباهي به الجاسوس ويكافأ عليه بوزارة أو بزعامة حزب أو قيادة كتلة نيابية أو ميليشيا، وقد يعين وزيراً للداخلية أو الدفاع أو مديراً للمخابرات، ثم يصبح في أسابيع من أرباب المقامات العليا ومن أصحاب المصارف والشركات والقصور والمزارع، ويزوره رئيس جمهورية ورئيس وزراء وزعيم تيار وطني طلباً للمشورة وتعزيزاً للصداقة والمودة والاحترام. وزارة الداخلية اليوم بقضها وقضيضها، ووزارة الدفاع والمخابرات، وقيادات الجيش وكتائب الحشد الشعبي تملكها وتديرها دولة أجنبية نهاراً وجهاراً، ووزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التربية والتعليم العالي والخارجية والنفط والتجارة ومؤسسات الاستثمار والمصارف كلها تعمل لخدمة كل من هب ودب خارج الحدود علناً وبلا خوف ولا حياء. أما النزيه في يومنا هذا وفي عراقنا هذا فإنه الشاذ والمنحرف والغبي الذي لا يعاند التيار ولا يساير القطيع، فيحق له عليه القول وتحل عليه اللعنة ويكون من الخاسرين. وسلموا لي على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وعلى رئيسه الشهم الهمام عادل عبد المهدي وعلى أعوانه المجاهدين الكرام. من المهم جداً الاهتمام ونشر التقرير منظمة Human Rights Watch على أوسع وأكبر نطاق الذي نشر يوم الخميس الرابع من تموز عام 2019 بشأن مراكز الاحتجاز في نينوى، والذي يمكن عده صورة متكررة ووضعاً موجوداً في أغلب مناطق العراق. مقال للكاتب عبد الستار رمضان في صحيفة الزمان. مراكز الاحتجاز الذي أشار إليه التقرير يشمل العديد من المسميات والعناوين، مثل موقف وتسفيرات، سجون، مراكز إصلاح، مراكز حجز، مراكز ضبط، وغيرها مما هو معروف أو غير معروف، والتي يتم فيها توقيف وحجز وإخفاء الآلاف من الأشخاص بتهم وأسباب بعضها قانونية، أي صدرت بحقهم أوامر قبض وقرارات توقيف من محاكم مختصة وحسب القانون، والكثير منهم بوشايات وأوامر من سلطات الأمر الواقع المعروفة على الأرض والميدان. المنظمة الدولية تحاول اختيار كلماتها بدبلوماسية وحذر من أبسط وأقل المفردات التي تجعل من استمرار عملها ممكناً في العراق وغيره من دول العالم بحيث لا تتعرض إلى المنع. ومع ذلك فإن الصور المأساوية المنشورة عن سجون تلكيف والفيصلية، وهما معروفان ومهيئان لزيارة الوفود وبعثات التفتيش، فما بالكم وتصوركم عن المراكز الأخرى غير المعروفة والمجهولة لأسماء وجماعات مسلحة تمتلك السلطة العليا والمطلقة في رقاب العباد والبلاد. آلاف السجناء العراقيين محجوزون معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب لأوقات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة، هو أكثر ما تستطيع قوله المنظمة الدولية، وتبقى المعلومات والمشاهدات المخزونة في ذاكرة العراقيين أقسى وأكثر وأشد من كل المفردات الموجودة في كل لغات العالم. التعذيب بأنواعه وأشكاله وصوره التي لا تكون له نهاية إلا بالاعتراف بما يريده السجان، والتجويع وسوء المعاملة وانتهاك أبسط حقوق الإنسان في الحصول على الحد الأدنى من المعاملة الآدمية في مكان يستطيع الجلوس فيه أو مد رجليه إلى الأمام، ونسمة هواء حتى لو كانت لاهبة، وشربة ماء ولقمة خبز من ملايين دونمات الحنطة المعروف بها العراق، هي أمنية كل من ساقته الظروف والأحوال إلى هذه الأمكنة.
عرفت المعارضة السياسية في معظم الدول الديمقراطية على أنها خيار وطني تنتهجه مجموعة أو أفراد داخل قبة البرلمان لمراقبة عمل المؤسسات الحكومية لتكون صوت من لا صوت لهم في تلك المؤسسات، وغالبا ما تتحلى بالفطنة واليقظة في معارضتها للحكومات. ولكن الأمر في العراق مختلف عن هذه المبادئ والقيم بحسب الكاتب عامر السمرائي في صحيفة العربي الجديد. تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي أعلن أخيراً انتقاله إلى المعارضة في البرلمان، لكنه في الوقت ذاته ما زال يفاوض للحصول على حصته من الدرجات والمناصب الخاصة في الحكومة كوكلاء الوزراء والمديرين العامين والمستشارين والسفراء، وهذه الدرجات محل خلاف وتنافس بين مختلف القوى السياسية. هذا ما كشف عنه القيادي في التيار حميد المعلة قائلاً إن قياديين بالتيار يتفاوضون مع القوى الأخرى بشأن الدرجات الخاصة، وإنهم سيدافعون بشراسة عن حصتهم من هذه الدرجات. وتوقع المعلة أن تنضم كتل أخرى إلى المعارضة في حال لم تحصل على حصتها من المناصب. عملياً يبدو إعلان عمار الحكيم انتقال تياره للمعارضة وهو جزء من منظومة الحكم في العراق، وأحد الذين أسسوا لمفاهيم الحالة العراقية القائمة الشاذة أنه يتمحور في اتجاهين: الأول استباق للتظاهرات الكبيرة المتوقعة في المحافظات الجنوبية على خلفية تراجع الخدمات الحكومية، وبذلك يحاول الحكيم إظهار نفسه خارج إطار المنظومة الحاكمة التي تواجه انتقادات واسعة على الصعيدين الشعبي والسياسي. ويأتي الاتجاه الثاني في إطار صراع النفوذ على السلطة بين أطراف الحكم وتحديداً أحزاب الإسلام السياسي الشيعي مع تلكؤ الحكومة في أداء واجباتها. ليس مستغرباً على سياسيين تعاونوا على احتلال البلاد وامتهنوا سرقته واستخفوا بالعبادة يفعلوا ذلك كله، ولكن المستغرب استكانة شعب تاريخه ضارب في القدم إلى درجة أن يعيد انتخابهم 3 مرات ويخرج بتظاهرات للمطالبة بالخدمات دون سواها من الكبائر التي تعصف بالبلاد. الاتفاق الذي توصل إليه عسكر السودان وقوى الحرية والتغيير فيها يثير القلق أكثر من التفاؤل. صحيح أن المجلس العسكري أرغم على معاودة التفاوض مع قوى المعارضة وأنه ارتضي بتقاسم المجلس السيادي مناصفة معها، وأنه رضخ كارها لفكرة التناوب على السلطة وقبل بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة في الجرائم التي اقترفها ضد المتظاهرين السلميين. لكن المعارضة بدورها قدمت ما يكفي من التنازلات المقلقة وفق الكاتب عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور الأردنية. مصدر التفاؤل يكمن في أن الشعب السوداني وقف نداً قوياً للجنرالات ولأول مرة على هذا النحو المتحدي منذ الاستقلال، وأنه نجح في إخراج المليونيات إلى الشوارع بعد أكثر من 6 أشهر متواصلة من الانتفاضة. مصدر التفاؤل أيضاً يكمن في هذا الوعي الدافق الذي عبرت عنه النخبة الثورية السودانية وإدراكها العميق لألاعيب العسكر ومناوراتهم ودرايتهم بالتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية المحيطة بثورتهم. لكن مشاعر القلق والتحسب والتخوف مع ذلك ما زالت تجتاحنا، فليست لدينا أدنى درجة من الثقة بالجنرالات من تلاميذ مدرسة عمر حسن البشير، ولقد أكدت ممارساتهم خلال الشهرين الفائتين أعمق مخاوفنا، فهم متشبثون بالسلطة كما كان زعيمهم المخلوع، وإن ترك الأمر لهم سيظلون على رأسها 30 سنة قادمة، وهم من قبل ومن بعد لن يفعلوا شيئاً سوى تغيير الوجوه والأسماء. أما النظام بما هو تركيبة وموقع ودور وتحالفات ونهج سياسي اقتصادي اجتماعي فباق ما بقي هؤلاء. لم يترددوا للحظة واحدة في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين وفي ربط جثثهم بالأثقال ورميها في نهر النيل. طاردوا الشبان والشابات في الأحياء والأزقة.
لا شك أن هذه المخاوف لا تخفى على قوى الحرية والتغيير، وربما لهذا السبب جاءت دعوتهم للشعب السوداني للبقاء على أهبة الاستعداد وإبداء الحيطة واليقظة والحذر، ولكن هيهات أن يعود الناس إلى الشوارع ما إن تضع ثورتهم أوزارها. يصعب رد التوتر الذي ضرب لبنان مؤخرا إلى عام واحد وطرف وحيد، يصعب رده إلى شعور فئة بالحصار أو رغبة فئة بالتسلط في معزل عن الخلفية المشتركة بين الحالتين، بين التيار الوطني الحر وأيضا بين حزب الله الذي يجوز اتهامه بأنه الحاضن الأهم لكل توتر يطرأ والتفعيل الأبرز لأي جموح أهلي يفيض على هذا. ضفاف التسويات جاء في مقال للكاتب حازم صاغية في صحيفة الشرق الأوسط. التفاهم نم عن عبقرية طرفيه في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، أي في إحكام الحصار على حريرية ساهية وجنبلاطية لاهية، لكنها مثل كل عبقريات الشر مكنت عناصر الحرب الأهلية القائمة عبر إنشائها تسوية قاتلة للسياسة والبلد بأسرهما، تسوية ترتكز على دعامتين. يقطع التيار الوطني الحر الحدود لحزب الله، فيما الأخير يقطعه الداخل. هكذا تأتلف نزعتان عدوانيتان، واحدة رأينا ذروتها في سوريا وأخرى تتخذ شكل القضم السياسي انطلاقا من منصة الرئاسة وتوسيع صلاحياتها. خصوم التفاهم يطبق على صدورهم والحال هذه الداخل والخارج في وقت واحد. من يعرف التركيب اللبناني يدرك أن هذا الإطباق إطباق على كل شيء. بالتأكيد ليست العلاقة بين العونية وحزب الله متجانسة، وهناك ألف سبب لسوء التفاهم داخل التفاهم. فسيادية التيار القصوى مطالبة بفعل التسوية أن تتخلى عن عنصر سيادي حاسم هو قرار الحرب والسلم، أما الحزب فمدعو إلى تحمل طرف يستكثر على الشيعة مساكنة المسيحيين في منطقة واحدة. إن ما حصل في الحدث يلخص العلاقة وتوترها. وفي الحساب الأخير نحن أمام قوتين طائفيتين، إحداهما دينية أيضاً، فيما الثانية خرج من محيطها بعض أبرز من شكك بعدائهم لإسرائيل التي يقاتلها الحزب. إن نظرية الداخل للمسيحيين والحدود للشيعة تذكر بنظرية الاقتصاد للسنة والمقاومة للشيعة في مرحلة سابقة. النظريتان تنطويان على فرضية تقول إن الدولة تأخذ بالمفرق والمجزأ. أشارت دراسة حديثة إلى أن النباتات ليس لديها وعي بالمعنى المفهوم، ويتعارض هذا الاستنتاج مباشرة مع علم البيولوجيا العصبية النباتية الناشئ حديثا، وقد يحمل أنباء جيدة للنباتيين. فمن خلال دراسات مقارنة لأدمغة الحيوانات البسيطة والمعقدة، استنتج الباحثون أن طريقة التأشير التي ترسل بها الخلايا ترسل الخلايا النباتية رسائلها لا يمكننا مقارنتها بالأجهزة العصبية في الحيوانات والبشر. أظهرت العديد من الدراسات الحديثة أن النباتات يمكنها أن تستشعر الأصوات وتستجيب لها، مثل الطنين المثير للملقحات إلى صوت القضم المروع للمفترسات النباتية. وتم إثبات أن النباتات لديها القدرة على التذكر ويمكنها التواصل والحديث فيما بينها عبر تبادل الرسائل الكيميائية. وقد وصف الباحثون في تقريرهم وفقا لهذه الفكرة بنشأ سلوك النباتات من تنسيق الخلايا والأنسجة الفردية على غرار حل المشكلات الذي ينشأ من التواصل والتعاون بين أعضاء خلية النحل. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.